تحرص العين الساهرة لرهبنة الإخوة الأصاغر على استقطاب أطفال القطيع الصغير من المسيحيين في القدس إلى مدرسة الأحد لسد حاجاتهم الروحية. الهدف مدرسة الأحد هو التنشئة المسيحية للطفل بطريقة حيوية، بطريقة اللي بيقدر يفهم فيها بعلاقتنا معه، بفهم محبة يسوع بالفعاليات مثل اللعب أو مثل الموسيقى أو الرقص. استخدم كمان الباوربوينت أو الفيديوهات أو المسرحيات أو الفنون حتى نوصل الفكرة الأساسية تبعت كل إيمان المسيحي. تقدم فعاليات المدرسة في مدرسة الفرير داخل أسوار البلدة القديمة. أول مساعدة مدرسة الأحد بالفعل أول شيء بيكون اللعب هو الفقرة الأساسية عشان ما يحسوش حالهم جايين على مدرسة اعتيادية اللي فيه صفوف وحصص. بعد فترة الألعاب الرياضية شكل الطلاب والمرشدون معا حلقة وأنشدوا ورنموا سوية الترتيل الميلادية مع حركات، ثم تم توزيع الطلاب على الصفوف بحسب فئاتهم العمرية. احنا عم نحكي عن عيد الميلاد من خلال شخص العذراء مريم، البشارة تبعتها في الناصرة كان موضوع الأحد الماضي، اليوم موضوعنا هو عن الزيارة، زيارة مريم العذراء لنسيبتها الإصابات. وقد تمت مناقشة زيارة العذراء مع الأطفال بكل تفاصيلها ومعانيها، ووزعت الهدايا على من أحسن الإجابة، بينما شملت الفعالية في صف آخر رسماً على الورق يوضح الزيارة، وفي صف آخر تم توزيع الأطفال إلى فئات ووزعت عليهم بالونات لصنع أشكال منها بهدف التعاون بين الطلاب في إشارة إلى تعاون العذراء مع الإصابات. وفي الصف المجاور شملت الفعالية أشغالا يدوية تمثل زيارة العذراء للإصابات. أنا بتسلم على صحباتي والفعاليات اللي بعملوها كتير كتير شيقة. بحب أجي كتير لهون عشان بلعب وبجتمع مع ناس كتير، إنه بلعب بدل ما أضل لحالي بالبيت زهقان. كما تم توزيع الطعام على الأطفال. الاشتراك في المدرسة هو مجانا، وهذا بيعبر على أنه محبة يسوع وقابليته أنه يستقبل الأطفال بشكل مجاني. وقد اختتم البرنامج اليومي بحضور الأطفال قداس الأحد الذي ترأسه كاهن الرعية الأب أمجد صبار الفرانسيسكاني في كنيسة دار المخلص في القدس. الفعاليات التربوية والروحية والتثقيفية تترك أثرها على المشاركين في مدرسة الأحد حتى في سنوات بلوغهم، وتشهد على ذلك رانديا راشد طالبة علوم المختبرات الطبية في الجامعة العبرية والمرشدة في مدرسة الأحد. بلشت من صغري في مدرسة الأحد، تربينا غاد على كل إشي بخص تعليم مسيحي، كل إشي بخص قيم ومبادئ، ولما لقيت حالي انه حاليا فش شوية تعليم بسبب الظروف والاوضاع قلت لازم اعطي كيف اعطونا مرشدين زمان، فبحاول اعطي الطلاب حاليا من صف اول لصف سادس كل اشي لازم ياخدوه من تعليم مسيحي، من ارشاد، كل اشي ممكن يكون بخصوص تنشئة صحيحة للبني ادم من وهو صغير. مدارس الاحد عنوان لمستقبل افضل.